مساء الخير، ازيكم؟ ممكن تسلم على اللي جنبك كده وتقول له اهلا بيك في عيلة المسيح، في جسد المسيح. خلونا نقف مع بعض نرحب بإلهنا. خلونا نقف مع بعض. بقالي اكتر من اسبوع دايما نفسي ابدا وقت تسبيحنا بقراية كتابية نرفع بيها عينينا على الرب. امين. ممكن تعمل كده معايا، شيل عينك من على نفسك الضيقة دي وحطها على الرب. خلونا احنا بنقرا كلمه ندخل جواه اكتر، واحنا بنقرا كلمه نشوفه هو. الوقت ده ليه هو، والوقت ده هو عايز يقابلك وعايز يقابلني وعايز يتحد بينا وعايز يستعلن لينا. الوقت ده بتاعه. خلونا نقرا الكلمات دي في مزمور 103. اقراها معايا بصوت عالي. باركي يا نفسي الرب، وكل ما في باطني ليبارك اسمه القدوس. باركي يا نفسي الرب ولا تنسي كل حسناته، الذي يغفر جميع ذنوبك، الذي يشفي كل أمراضك، الذي يفدي من الحفرة حياتك، الذي يكللك بالرحمة والرأفة، الذي يشبع بالخير عمرك فيتجدد مثل النسر شبابك. الرب مجري العدل والقضاء لجميع المظلومين، عرف موسى طرقه وبني إسرائيل أفعاله. الرب رحيم ورؤوف، طويل الروح وكثير الرحمة، لا يحاكم إلى الأبد ولا يحقد إلى الدهر. لم يصنع معنا حسب خطايانا ولم يجازنا حسب أثامنا، لأنه مثل ارتفاع السماوات فوق الأرض قويت رحمته على خائفيه، كبعد المشرق من المغرب أبعد عنا معصينا. كما يتراءف الآب على البنين يتراءف الرب على خائفيه. خد لحظات كده، ارفع عينك على الآب وشاور عليه وافتح قلبك للآب. تعالوا النهاردة نأتي كبنين، احنا أولاد الله، احنا أولاد الله. تعالوا ندخل لبيت بابا، تعالوا نتقابل مع أبونا السماوي، تعالوا نحط عينينا عليه ونباركه النهاردة ونتفرس في جماله. الرب باركي يا نفسي الرب، باركي يا نفسي الرب، وكل ما في باطني ليبارك اسمه القدوس. باركي يا نفسي الرب، باركي يا نفسي الرب، وكل ما في باطني ليبارك اسمه القدوس. الذي يغفر جميع ذنوبك، الذي يشفي كل أمراضك، الذي يغفر جميع ذنوبك، الذي يشفي كل أمراضك. باركي يا نفسي الرب، باركي يا نفسي الرب،
موسيقى ارفع ايدك لي وباركه بكلماتك. بارك الرب، بارك الرب، ارفع ايدك قول كده الكلمات دي تاني. باركي يا نفس الرب، اعلن اعلن مرحه واعلن عن صلاحه، اعلن عن جوده واحسانه كما يتراءى في الاهاب على البنين. تعال ليك ابن، تعال ليك بنت، بنت واثقه في ابوها، بنت مشتاقه وابن مشتاق للاب. جاي باركه، جاي باركه على صلاحه، جاي باركه انه حي، ولينا حي، ابونا حي. باركي يا نفس الرب، باركي يا نفس الرب. أنت تغفر ذنوبي، أنت تشفي أمراضي يا رب. أنا مش جاي أبص على ضعفي ولا جاي أبص على أثامي، لأنك محوت، محوت كل أثامي. كبعد المشرق عن المغرب أبعدت عنا معاصينا. أنا جاي أرفع عيني عليك، أقول لك خذني بقرب قلبك يا رب النهاردة، خذني بقرب قلبك، مشتاق ليك. انت الابرع جمال من كل بني البشر. خذني بقرب قلبك فاعبدك، خذني بقرب قلبك Oh.
خلونا واحنا قاعدين خلونا نغني قصاد بعض ونعلن انه ليس مثله. اعلن زي ما كنا بنقول اعلن وفيك نصرتي. اعلن النهارده انه مفيش زيهم. اعلن النهارده كل بركه للرب الهك، كل حمد، كل تسبيح اعلنه وسط كثيرين. اسبحه، سبح الرب على جنبك. الرب بيتلذذ ان يسمع صوتك النهارده وانت جاي تقوله ليس مثلك. أنت رحيم ورؤوف، أنت طويل الروح وكثير الرحمة. ليس مثلك من يشبهك، من يساويك. عظم معايا الرب واحمد الرب إله الأمين. عايز أقول حاجة يمكن من أسابيع قلتها. التسبيح، احنا جايين نتواصل مع الله الآب، أمين. احنا جايين نتكلم معاه، احنا مش جايين نتفرج على ترانيم أو جايين نقول حاجة أو جايين نتوقع حاجة. أنا جاي أتواصل معاه، أنا جاي أخرج بره كل تقليد وكل اعتياد وجاي أقف في محضر الآب، أرفع إيدي ليه وأحمده بين الشعوب، أمين. عظم الرب معايا، خلينا نقف ونقول الكلمات دي. أحمدك أحمدك يا رب بين الشعوب، لأن رحمتك
ملك الملوك الساكن وسط تسبيحنا. عايز اقول حاجه جت جوايا واكتر من حد كان بيشاركني بيها. خلينا واقفين احنا نكمل نسبح. الهنا بيخرج للحرب وبيقاتل ويحارب عنا، بس هي مش حرب بشريه، انتوا فاهمين الامر ده. نزل عليا جيش، مش جيش هيجي كده البيت فجاه، الجيش مش فاضي لك، في جيوش روحيه. كم واحد حاسس انه بيتحارب روحيا في الايام دي؟ كذا حد بعت لنا الامر ده، انا شاعرين بضغط من ابليس، من حرب روحيه على حياتنا وعلى الكنيسه وعلى البلد. واحنا النهارده عايزين نعلن انه الهنا عالٍ ومرتفع فوق كل عالٍ. امين. انا نفسي نعملها مع بعض، مش نفسي نرنمها، انا نفسي يا اجتماع الصلاه نسبح. تعرفين زمان شعب الرب لما كان بيسبح الكتاب بيقول ايه؟ اهتزت الارض، ارتجت الارض. عارفين ليه؟ لانه اعلان اسم رب الجنود العالي المرتفع مش امر سهل، مش امر هين. لما يرتفع اسم رب الجنود بترتفع الأبواب الدهرية. لما يسوع بيقوم الكتاب يقول يتبدد. ممكن نخلي النهاردة نعلن إيماننا في يسوع ونخليه يقوم وسطينا وسط كل حرب من عدو الخير على حياتنا، على الكنيسة، على البلد. عايزين نعلن النهاردة إن أنا مطمئن في الرب، إلهنا عالٍ، إلهنا مرتفع، إلهنا قوي، إلهنا قدير. ارفع إيدك معايا كده وسبح الرب واهتف باسم الرب، اهتف باسم الرب وإحنا بنكمل نسبح. اهتف باسمه، هو يقوم فيتبدد أعدائه، هو يقوم في وسطنا فيتبدد أعدائه. التسبيح بيخلي الرب يقوم في وسط كنيسته، بيرفع الرب عالي ونرفع الراية دي وفيها اسم الرب. ارفع ايدك كده وعلي صوتك، خلي اللي حواليك يسمعوك. سبح الرب، سبح الرب على حياتك، على الحروب اللي في بيتك، اللي في عيلتك، اللي على صحتك، اللي على اموالك، اللي على شغلك. اعلن النهارده ان الرب عالي، ان الرب مرتفع، الرب
قدير. ذابت الجبال مثل الشمع قدام الرب. اعلن ايمانك. التسبيح ده الكلمات دي تسبيح، مش لازم نرنم، لكن سبح الرب بكلماتك واعلن ايمانك. اعلن ايمانك في يسوع، اعلن ايمانك في الاله القادر على كل شيء، اللي ارتفع فوق كل قوه وسياده واسم ورياسه. تنويهات الله في افواههم سيف ذو حدين في يدهم. خلونا نعلن النهارده، الهنا عال، الهنا عال ومرتفع. جلالك يغطي كل ذا الوجوه، فإنك عظيم دون ما حدوه. جلالك يغطي كل ذا الوجوه، فإنك عظيم دون ما. اعلن إيمانك ولا تقف أمامك على السدود. على السدود على وحدك لك كل السجود. كل بند وكرامة بدل بدل ما
نسجد أمام الرب، أسجد بحق، أسجد بصدق أمامه، أسجد يعني أقول له ما فيش حاجة غالية عنك، أسجد وأقول له أنا تصغر لكي ترتفع أنت، أسجد يعني تيجي تقول له ينبغي أنك تزيد. أنا بقبل كل وقت صعب أو ضيق أو حرب لكي يرى يسوع ويرتفع. أسجد وأعطيه الكل، أسجد أمام الإله العالي المرتفع، سجود حقيقي، سجود بقلبك. رب عايز يرتفع في وسط الكنيسة، رب عايز اسمه يستعلن في أرضنا، رب عايز يسمع آيات وعجائب في حياتك. رحب بيه يقول يا رب أنا جاي أتصغر، جاي حياتي وكل ما في على المسبح مجدا مجدا لك. وحدك مستحيل، وحدك مستحيل، وحدك مستحيل يا يسوع.
مجدا وعزا. Nos ha ido bujurana.
مبانئنا وأنت سيدنا وفرحت قلوبنا يا رب أن نوجد في محضرك. يا رب نحن ندعوك أن تسود على اجتماعنا بالروح القدس. يا رب أن تعطينا أن نصلي صلوات تفرح قلبك، صلوات يا رب تملأ قلوبنا بالرجاء والإيمان. يا رب من كل القلب، من كل القلب نرحب بيك. يا رب نختار أن نمجدك أيها الروح القدس، ونضع قلوبنا أن نطلب عملك فيما بيننا. يا رب أسألك أن تتنازل إلينا بنعمة عظيمة، وأن تعطي يا رب لكل إنسان منا أن يتلامس مع حضورك، أن يفرح ويبتهج بأنه يا رب دخل إلى بيتك وخارج محمد، محمد يا رب بما هو على قلبك، ومحمد بصلوات تمجد اسمك تفرح قلبك. يا رب نقدم ليك المجد والسجود. اقبل منا يا رب، اقبل منا تسبيحاتنا، ويا رب هيئ قلوبنا لكي نصلي، نصلي يا رب صلاه تمجد اسمك في اسم المسيح يسوع. احنا اتفقنا انه في الاسابيع دي لحد يوم الخمسين هنتكلم وهنصلي عن الروح، يعني عن الروح القدس، وهنطلب عمل الروح القدس في توقع عظيم انه مع اقتراب يوم الخمسين ربنا نازل للكنيسه العامه في مصر ولكنيستنا احنا هنا في مصر الكبار بحضور الهي قوي وعمل مميز يضعب بصمته على حياة كل واحد فينا. عشان نقدر نحتفل بروح الصلاح دايما حية وقلوبنا تبقى مفتوحة باستمرار اننا نقدر نصلي ونبني على الصلوات اللي صليناها قبل كده، محتاجين دايما انه نحتفل جوة عقولنا بصور من الكتاب المقدس، ولا سيما الصور اللي رب استخدمها عشان يشرح هو يقدر يعمل ايه. يعني في حته كتير من الكتاب المقدس كان الاوضاع اللي حوالين شعب الرب محبطه، او لا تعطي تصور لحاجه عظيمه ممكن تحصل. يجي الرب بالروح القدس بروح النبوه يتكلم الى الشعب، يتكلم الى شعبه بصورة حية يرسمها قدام عينيهم علشان يطلبوها، عشان يفضل قدامهم الصورة الجميلة دي ويقولوا أيوة إلهنا الصالح يقدر يعمل كذا وكذا وكذا وكذا. من أكثر الناس اللي ربنا استخدمهم في الحكاية دي حزقيال. حزقيال النبي كان بيجهز نفسه عشان يبقى كاهن. يعني لما يوصل واحد سن 30 ويبقى هو من عيلة كهنوتية، فكان يبقى بيتدرب عشان يبتدي خدمته الكهنوتية. فعند التدريب ده جه عليهم خراب أورشليم، فالهيكل اللي هو كان بيتدرب يشتغل فيه اتهد على الآخر. الشعب اللي هو كان هيخدمهم سبوا أخدوهم لبابل، وهو خدوه معاهم. بالنسبة له هو يعني كأنه الشغلانة بتاعته ككاهن انتهت، أي اشتغل على بيت الشعب اتشتت والهيكل ايه انتهت. ورب اختاره قال له تعالى بقى أنا هشغلك نبي. هشغل نبي؟ ده أنا كاهن وأبويا كاهن. أنا مش وقت كهنوت دلوقتي. أنت هتروح لشعبك وهتتكلم ليهم بكلامي. شعبك فين الشعب دول؟ قال هم الشعب اللي انت وحديهم. يعني في وحد الشعب، في وحد الاحوال الصعبه اللي انتوا فيها، انا هديلك رؤيه وهديلك كلام تقوله للشعب ده. ابتدت الحكايه مع حزقيال من ربنا اعلن له حضوره ومجده في اصحاح 2 و3 رؤية هائلة عند نهر خبور. لكن الخدمة بقى بتاعت حزقيال فضلت ماشية بهذه الصور وهذه الرؤى. فأصحاح 37 هو اللي احنا نبص فيه النهارده. أصحاح 37 ده فيه صورتين. صورة بينه وبينه عارفينها صم. لكن هنشوف ازاي ربنا يكلمنا منها.
وحواري أنا ما أعرف ما يقوله عبد كده ولا، لكن رب عطاها حط في قلبي إن هيدينا من خلالها صلوات عظيمة. السور أولانية دي موجودة في حزقيال 37، سور البقعة الملآنة عظاما. وأنا هقعد حتة دي هي كلها وبعدين أحاول لكم على الحتة اللي أعتقد ربنا عايزنا نصلي بيها. كانت علي يد الرب فأخرجني بروح الرب وأنزلني في وسط البقعة وهي ملآنة عظاما، وأبرني عليها من حولها، وإذ هي كثيرة جدا على وجه البقعة، وإذا هي يابسة جدا. فقال لي يا ابن آدم أتحيا هذه العظام؟ فقلت يا سيد الرب أنت تعلم. فقال لي تنبأ على هذه العظام وقل لها أيتها العظام اليابسة اسمعي كلمة الرب، هكذا قال السيد الرب لهذه العظام هذا أدخل فيها روحا فتحيوا، وأضع عليكم عصبا وأكسيكم لحما وأبسط عليكم جلدا وأجعل فيكم روحا فتحيوا وتعلمون أني أنا الرب. هقف هنا وهقول لك، لو أنت باصص على الفقرة دي هي، أنت شايف روحك فين؟ هل شايف روحك أنت من ضمن البقعة الملقانة عظام يابسة؟ ولا شايف نفسك أنت حزقيال؟ أنت ابن آدم اللي ربنا بيقول لك تعالى اتنبأ، نبأ على هذه العظام. تهيألي معظمنا يعني يحب يقول حزقيال، لا خلي العظام في حالها، أنا حزقيال، أنا عبد الرب، أنا عايز أتنبأ على العظام أن يبيعها علشان نقوم. وكأنه أنا وأنت نقدر لما نتنبأ على العظام اللي يبيعها هيحصل فيها إيه؟ إنها تحيا. هو يرجع أحضر ولا لما نبأ من هنا البقع القوة عمرها ما كانت فيها في حسقيال نفسه. ومش لو أنا بصيت حوالي إنه المؤمنين ضعفة والكنيسة حالتها صعبة والبقعة ملقانة عظاما يا بيها، قوم يا والد أو هو إيه، قوم نبأ على هذه العظام فتحيا. طب نبأ كده وعيها، هل آخر ما عندك كده أقول ما حدش مننا مهما كان عنده عزيمة لو نبأ على عظام يا بيحة العظام دي هتحيا. يبقى أنا معرفش شايف روحك أنت في العظام يا بيحة ولا شايف نفسك أنت في حسقيال. هنكمل الإعادة. فتنبأت كما أمرت، وبينما أنا أتنبأ كان صوت وإذا رعش، فتقاربت العظام كل عظم إلى عظمه، ونظرت وإذا بالعصب واللحم إحياها، وبحق الجلد عليها من فوق وليس فيها روح. فقال لي تنبأ، تنبأ للروح، تنبأ يا ابن آدم وقل للروح هكذا قال السيد الرب هلم يا روح من الرياح الأربع وهب على هؤلاء القتلة ليحيوا. فتنبأت كما أمرني فدخل فيهم الروح فحيوا وقاموا على أقدامهم جيش عظيم جدا جدا. معلش نقف هنا حتة. معجزة دي ولا مش معجزة؟ حقين معجزة في بعض. ده عظام كانت ببعضها كده ونشع على الاخر وقال له انت بس نبأ نبأ، فاذا صوت ورعش والعظم اتجمع على بعضه وهوب هوب ميت ايه اجسام، وبس قال ما كانش فيها روح، قال ايوه تعالى تنبأ بقى على الروح، اتنبأ على الروح. وزي ما سمعنا وقلوبنا فرحت بتهيألي يعني انه دخل فيهم الروح فحيوا وقاموا على أقدامهم جيش عظيم جدا جدا.
الأيام يعني حيات بعد ما شاف يسوع نهاية فرح فرح وقال إيه لنفسه؟ لا ربنا يقدر، ربنا يقدر، والروح القدس قادر على إنه يحيي العظام حتى وإن كانت يابسة، حتى لو كانت العظام دي مبعثرة يستطيع أن يقيم منها حتى بالشعب عظيم. ده شعب متهيئ لعمل مشيئة الله، جيش عظيم جدا جدا جدا. بصوا بقى اللي جايين اللي فيهم الشفاء، اللي بعد ما سمع هو الكلام ده وشاف بعين الإيمان المعجزة العظيمة اللي حصلت، طبعا عمره ما هينسى المنظر ده. ها بصوا بقى الرب قال إيه، ثم قال لي يا ابن آدم هذه العظام هي كل بيت إسرائيل، كل بيت إسرائيل، وها هم يقولون يبست عظامنا هلك رجاؤنا قد انقطعنا. إيه اللي يخليهم يقولوا كده؟ إنهم مرميين في السبت، ده بالنسبة لهم المستقبل بقى مظلم، الماضي في خطاياهم اللي جابت لهم الدينونة دي، والحاضر انهم في الشك والمستقبل ما يعرفوش هيحصل معاهم ايه. فهم قالوا احنا يبست عظامنا هلأ رجاؤنا قد انقطعنا. قال له بقى لذلك تنبأ وقل له، هي دي المعجزه الحقيقيه بقى، هكذا قال السيد الرب هانذا، مش حسقيال، هانذا افتح قبوركم وأسعدكم من قبوركم يا شعبي، وآتي بكم إلى كل أرض إسرائيل، فتعلمون أني أنا الرب عند فتح قبوركم وإصعاد إياكم من قبوركم يا شعبي، وأجعل روحي فيكم فتحيون، وأجعل في أرضكم فتعلمون أني أنا الرب تكلم وأفعل يقول الرب. ما أقوى هذه الكلمات، هي دي رسالة اللي الصورة بتقولها بتاعت العظام اليابسة دي اللي قابل. إن قال أنتوا يا شعبي كأنكم محبوسين جوه قبور، أنا هفتح القبور دي. انتوا بتقولوا ان احنا يسود علينا روح موت، لا رب ما عندوش موت، فبيقول انا هاسعدكم من قبوركم، انا هرجعكم للمكان اللي انا دعيتكم اليه، انا هعود واجعل منكم شعبي واقول انا لكم اله، فالناس هتعرف ان انا رب امتى؟ لما يشوفوا المعجزه دي بتحصل فيكم، لما يشوفوا القبور، مش عايز اقول القبور بيضة، لا عايز اقول القبور تتفتح، وقوة القيامة تظهر في حياة كل المؤمنين. لما اعلان الروح القدس في وسط ارض مصر يقول ان المؤمنين اطهار لهم حياة لا يمكن أن يكون مصدرها إلا عمل الروح القدس الكامل في وسطهم. إيه يؤم؟ الوضع ده وضع يعني مفرح، وضع مشجع. طب حد مننا يقدر يدعي إن هو يقدر يعمله بأي حرق من الحرقات اللي إحنا بنعرف نعملها؟ هتجيب منين؟ هتجيب منين قوة قيامة؟ تعوم شعب بحاله، هتجيب منين نداء زي النداء ده اللي الرب بينده على شعبه ويقول لهم قوموا ملقوا منه مال الموت، ملقوا منه مال اليأس، ملقوا منه مال انقطاع الرجاء، ان كان رجاءهم حي، ان كان قوة الله لكم، ان كان عمل الله لا يتأخر عن كل إنسان يطلبه بالإيمان، إن كنتم تعبدون إله يقول
أنا أفتح أموركم، أنا أسعدكم، وأنا أحيا وأجعل روحي فيكم فتحيوا. يسوع وجهها هو العظام يا بيها وبيقول له ها يلا وعيني حضرتك كده، هو يقول انا ما اعرفش انا ما اقدرش، فيقول له لا انا اقدر، ويقومهم ويعمل الصوره دي قدامه للعظام يا بيها بقيت جيش عظيم. وبعدين يرجع يخاطب الشعب بقى ويقول يا شعب يا شعب يا ناس يا اللي موجودين يا اللي بدعوا عليكم اسم الرب، ان كان في حياتكم موت أنا بنادي على الموت ده بالحياة. إن كان حياتكم ضعف تمكن من أي جانب من جوانح أنا بنادي عليكم بروح إحياء جديدة. أنا بوعدكم بموعد الآب اللي هو الروح القدس. أنا بوعدكم إن الروح القدس لما يسكن في قلوبكم، لما يعطى له المكان كاملا، يعطينا ان نختبع قوه القيامه كما لم نعرفها من قبل. النداء ده نداء مشجع، انا بالنسبه لي مشجع قوي، مشجع قوي قوي قوي. حتى لو اتبصيت حواليا وقلت لا وضع الكنيسه وحش، مؤمنين مش قد كده، المحاك العمل الروحي ضعيف، حتى لو قلت روحي كده او لو لاحظت كده، انا عايز اقف في مكان مختلف. وزي ما قال لحسقيال تنبأ يا ابن ادم للروح، ادها الروح، ادها الروح، ادها الروح انه تقدروا تعملوا حاجه لنفسكم، ادها على الروح لكي يحيي المواد اللي موجود. فأول طلب عايزين نطلبها النهارده هو إننا ننادي على الروح، نتنبأ على الروح القدس لكي يأتي ويغطي وجه بلادنا بالكامل، يغطي منطقتنا بالكامل. يعني في خراب أكتر من اللي حوالينا واللي سامعين عنه. عشان كده عايزين ننادي نداء واحد كده بقلب واحد وبنفس واحدة، يا روح الله تعالى علينا بالإحياء، يا روح الله تعالى على كنيستك، تعالى على شعبك، تعالى على كل موت في حياتي، تعالى على كل موت حواليا، تعالى على كل موت في بيتي، تعالى لأنك أنت وحدك، أنت وحدك الروح المحيي. تاني نطبق دي، يعني عاوزة الواحد يتحنن على الناس اللي حواليه. عشان كده عاوزين نتقسم كده كل أربعة قاعدين قريب من بعض، يقربوا من بعض كده عشان هيصلوا مع بعض الصلاة دي، هي ثلاثة أو أربعة مع بعض. أيوة كده اتقسموا عشان الطلبة دي ما تقدرش تصليها لوحدك، ما تعرفش تصليها لوحدك. فحط دماغك كده جنب دماغ أخوك وصلي بصوت مسموع، بس مش صوت عالي قوي، صلي بصوت مسموع المعاني اللي احنا قلناها دي. لو كان ربنا لمس قلبك بالصورة اللي سمعناها دي، انت تجاوب معاها وقول له رب انا واقف انده على روحك القدوس لكي يأتي ويعمل العمل الذي لا يستطيع احد سواك ان يعمله. Thank you.
إن يخلص صلاة يقف هنا معانا ويعيدنا من التأنيبة اللي جاية دي، هي صلاة معنمة نطلبها من الرب مع بعض. العالم
اللي جايه جايه. خلونا نصلي مع بعض. يا رب اطلب منك يا رب انك نقول لانسان موجود في هذا المكان يشعر انه رجاؤه قد انقطع او انه يا رب لم يعد يثق انه يستطيع ان يعيش مره اخرى في قوه الروح القدس. يا رب كل انسان منا يا رب عنده هذه المشاعر السلبيه اسالك يا رب ان تشرق عليه بنوع القيامه الان. يا رب أن تتكلم إلى قلبه برجاء جديد من عندك. يا رب أن تعطيه أن يختبع ملء الروح القدس مرة أخرى. يا رب أن يعود ينطحن ويرفض عنه. يا رب قل أفكار سلبية ويتمسك بشخصك أنت الرجاء الحي. يا رب صلي لأجل المؤمنين اللي شاعرين يا رب إن مع إنهم مفروض يقولوا جيش عظيم جدا لكن يا رب يفتقروا الى قوه الروح القدس. يا رب كل مؤمن حاسس يا رب بضعف في خدمته انا بصلي يا رب يسوع مره اخرى انك تعطيه قوه من عندك. يا رب ان تفجر انت المواهب الروحيه في قلوبنا ان تعطي لنا يا رب ان نختبع معجزه لا رعش عظام فقط بل يا رب احياء انت اللي وعدت تحسن روحك الينا. يا رب ننظر من حولنا يا رب ونصلي لأجل شعبنا. يا رب افتح الأمور يا رب. اسعد انت يا رب الأبواب من الذنوب والخطايا. نادي عليهم يا رب. نادي عليهم لكي يكون هذا الموسم موسم حصاد لكي يكون يا رب باب خلاص مفتوح لكثيرين يا سيدنا رب. يا رب افتح الأمور اسعدنا من أمورنا. يا رب أنت نادي علينا وإحسن روحك فنحيا. يا رب من كل القلب نصلي لأجل يا رب بلادنا ولأجل مواطنينا ولأجل كل من ناقش عنهم يا رب أمامك في هذه اللحظة. نصلي يا رب بثقة وبيقين إنك يا رب وعدك ثابت وأنت اللي وعدت إنك تحسن وعد الآب. يا رب ننتظر لكي تكمل عملك فينا. لك المجد نريد أن نصدق يا رب إن ده وقت حصاد إن في سحاب جاي علينا بمطر عظيم. عاوزين يا رب نعلن الأمر ده وإحنا بالنادي في محضر والنعيمة اللي جاية يا رب. روح الرب علينا أرسل يركب السماء يشرق كالشمس في ديار
يشرقون الشمس في ضيائها، صوت قلبي عينا تلهمنا آتيا بالمجد ليبصرنا. روح الرب علينا أرسلنا لدار القرار لنفتح عيني الأعمى باسمي ونطلب أسر الشيطان. قد جاءت أيام الحصاري لنجمع ونحصد حضور الظلمة تغطي الأمم، أما علينا فيشرق نور. هو ذا يركب السماء يشرق كالشمس سمع الثانية بقولة برضو حابة أو ترقين. أنا بحاخد وقت طويل فيها هقراها وبعدين هقول لكم التطبيق اللي ربنا حاطه على قلبي. عدد 15، وكان إلي كلام الرب قائلا، وأنت يا ابن آدم خذ لنحي عصا واحدة واكتب عليها ليهوذا ولبني إسرائيل رفقاء، وخذ عصا أخرى واكتب عليها ليوسف عصا إفرايم وقل لبيت إسرائيل رفقاء، وقعنهما الواحدة بالأخرى عصا واحدة فتحيرا واحدة في يدك. فإذا كلمك يا أبناء شعب قائلين أما تخبرنا ما لك وهذا، قل له هكذا قال السيد الرب، ها أنا آخذ عصا يوسف التي في يد إفرايم وأحباط إسرائيل رفقاء وأضم إليها عصا يهوذا وأجعلهم عصا واحدة فيصيرون واحدة في يدي. وتقول العصوان اللتان كتبت عليهما في يدك أمام أعينه، يعني امسكهم كده، وقل له هكذا قال السيد الرب، هذا آخذ بني إسرائيل من بين الأمم التي ذهبوا إليها وأجمعهم من كل ناحية وآتي بهم إلى أرضهم. عدد 22، وأصيرهم أمة واحدة في الأرض على جبال إسرائيل، وملك واحد يكون ملكا عليهم، لا يكونون بعد أمتين ولا ينقسمون بعد إلى مملكتين ولا يتنجسون بعد بأصنامهم ولا بعجحاتهم ولا بشيء من معصيهم، بل أخلصهم من كل مسائلهم التي فيها أخطأوا وأطهرهم فيكونون لي شعبا وأنا أكون لهم إلها. بص على 24، وداود عبدي يكون ملكا عليهم ويقول لجميعهم راعي واحد، فيحنقون في أحكامي يحفظون فرائضي ويعملون بها. احنا قلنا حسنا كان بيخدم فين؟ في أرض السبت. كان بيخدم مين؟ كان بيخدم الشعب المسيحي اللي هو بيوصفه ده مملكة الشمال ومملكة الجنوب. انقسام ما كانش في الخطة الإلهية، يعني هما اللي جابوه روحهم وهما دول مشوا في شعرهم وجه عليهم الديلون الله ودقهم حصلوهم مثل شعرهم وجد عليهم ديونة الله. فهم الاثنين في السبي، وهم الاثنين في السبي ليه؟ لا إلى خطاياهم، خطاياهم ديونة الله عليهم. هو بقى بيتنبأ عن واقع جديد، فقالوا الواقع الجديد
ماليش دعوه انا باللي فات. هات عصايتين واكتب على كل عصايه منهم لو لاحظتوا يعني الصيغه اللي مكتوب عليهم كل عصايه منهم عليها الاسمين. يعني دي بيقول عصا اكتب عليها دي يهوذا. اليهود دول بتوع ايه؟ بتوع المملكه الجنوبيه. واسرائيل رفقائه. والثانيه افرا يوسف ولا افرايم واسرائيل رفقائهم. يعني العهدين مكتوب عليهم وقع جديد. الوقع الجديد هو ايه؟ بدل ما يبقوا اثنين، بدل ما يبقوا مملكتين، لا هيبقوا مملكه واحده. كلام بقى عظيم ان هو هيعمل معاهم، هيعمل معاهم لحد ما جه قال لهم ايه؟ هيبقوا شعب واحد وليهم ملك واحد. برضه حلو. وبعدين غريبه قوي قال لهم مين الملك الواحد ده؟ داود عبد. طب احنا نجيب داود منين؟ ده بعد داود بالاف السنين، بمئات السنين. هنجيب داود منين عشان يملك عليهم؟ هنجيبه منين؟ ابن داود. ابن داود اللي هو رب المجد يسوع. التطبيق اللي انا شايفه وعاوزكم تتحدوا معايا وتصلوا فيه. لو احنا بصينا على الكنيسة في مصر، تقدر تقول الكنيسة في مصر كنيسة واحدة وشعب واحد وله راعي واحد؟ ده ولا اليهود والسامعين. في روح تدين ظاهري رهيبة، هي الضربة الأساسية بتاعت شعبنا هو التدين الظاهري. وفي روح تعصب غريبة جدا ان كل واحد فينا متهيأ له ان هو الصح والباقيين دول لأي كلام. بالظبط زي ما الشعب ده كان كده. ما هم يهوذا كانوا فاكرين روحهم هم الصح واسرائيل الاشرار والناحية التانية برضه متهيأ لهم كده. احنا بنسمع سامح بينادي بأننا نحل الأجن الوحدة في وسط الشعب المسيحي وكده. وهو دايما يقول كأنه هو الوحده اللي بيقول كده وقول زهقوا مني وكلام زي كده. لا مش هو وحده. كلنا عايزين. كلنا عايزين نشوف اليوم ده مش عاوزين الرب وهو اللي يعملها. تخيلوا بقى معايا الصورة بقى. قال لك أنا مش عايزه. مش عايزهم أمتين ولا شعبين. أنا أحني عني راعي واحد. أنا أحني عني ملك واحد. هو الوحيد اللي يستاهل كل الخضوع ويستاهل كل السجود. أنا ما عنديش غير الحمل. الحمل المذبوح. عشان يخضعوا للحمل المذبوح. عشان ينحكم عليهم الروح القدس بغنى. أنا عايز أعملهم واحد. هات العصايه دي اللي مكتوب عليها ارثوذكس، وهات العصايه الثانيه اللي مكتوب عليها انجيل، وهات العصايه الثالثه اللي مكتوب عليها كاثوليكي. هات العصيان دي واربطهم ببعض وامحقهم كده قدام الشعب عشان يشوفوهم عصايا واحده. وبعدين قال عباره جميله قوي. هو في الاول قالوا انت ماسك العصايه واقف، خليهم يشوفوها عصاية واحدة في يدي. يعني انا بيقول له ده ما انت بس عليهم يتلموا وانا همد ايدي وايه؟ وامحقهم. امحقهم يقولوا هم العصا اللي انا هشتغل بيها في هذه الارض. الصورة دي جميلة قوي يا جماعة. الصورة دي جميلة قوي. يقولوا شعب واحد ويسود عليهم ملك واحد. الملك الواحد احنا خلاص متفقين عليه. وبالتالي محدش يقدر يخاصم فيه. بس عشان الملك الواحد يملك، بيتهيألي اللي قاعدين على القياس محتاجين يعملوا ايه؟ محتاجين يقوموا لمؤاخذة. يقوموا. يقوموا من أماكن السلطة بتاعتهم. يقوموا. محدش هيقول لهم يروحوا كده ولا كده. يقوموا احتراما للملك اللي هو مستحق اللي ذبح واحتعانا بدمه.
يقوموا يطرحوا إيجانهم عند أقدامه. لازم إحنا لما نروح السبع عشان نعملها، ما إحنا فيها. قال أنت بس تدقق عليهم إن العصيان دي ممكن تبقى عصاية واحدة واجتهاد. واجتهادي شوف أنا هعمل بيها إيه. عصا واحدة في يدي. قال أنا هنسى الخطايا بتاعتهم أو هرجعهم عن كل خطاياهم. هعلمهم أطهرهم فيقولون لي شعبا وأنا أقول لهم إلها. وداود عبد يكون ملكا عليهم ويكون لجميعهم راعي واحد. نقدر نصلي ضد التدين الصحيح، نقدر نصلي ضد التعصب، نقدر نشوف الامر كما يراه الرب وكما يعينه الرب. نقدر نصلي انه ربنا يجعل من كنيسه واحده شعب واحد في يد الرب يصنع به ما يشاء. امين. فخلونا بقى نقف، لان دي يعني ايه طلبه ما فيهاش حصان، طلبه قويه جدا. والدكتور ايهاب هيجي يبتدي الفقره بتاعته بانه يصلي الصلوه العظيمه دي، وبعدين هو هيكمل. يا رب احنا بنجيلك يا رب في السبي، بنجيلك يا رب مكسورين، بنجيلك يا رب ايضا سامعين روحك يا رب يرف على عظامنا اليابسه، ويرف يا رب على شتات قلوبنا الميت. ونسال يا رب ان تمتلئ عظامنا في داخلنا لحما، وان نعود يا رب شعبا واحدا امامك يا سيد، يملك عليها رب ملك واحد. وحد يا رب قلوبنا الآن لخوف اسمك، كما توحد يا رب كنائسنا، خلفياتنا، أرثوذكس كاثوليك بروتستانت، مؤمنين من خلفية مسيحية، مؤمنين من خلفية غير مسيحية، ناس عقائدهم صحيحة في نظرنا وناس عقائدهم مش صحيحة أوي في نظرنا، إنما رب شعب واحد يا رب تضم العصوين إلى عصا واحدة، إنما قلب واحد يا رب تكسر فيه الانقسام فيصير يا رب شعبا واحدا. الآن يا رب نسلم ليك يا رب كل العروش، كل الكراسي من حياتنا الشخصية يا رب، ننزل عن كرسيها ونملكك. من بيوتنا يا رب ننزل عن عروشنا ونملكك. من مجموعاتنا، من كنايسنا، من شغلنا، من خدماتنا، هاتوا له التاج الذي جل عن المثل، وتوجوه وحده ربا على الكل. هاللويا. خلينا نرنم الترنيمة دي بروح الصلاة واحنا بنتنازل. سلم لي. استسلم للملك، استسلم للملك. يملك هو. وانت تستريح من جهدك انك تملك وتسيطر، تسيبه هو يملك ويسيطر مكانه الطبيعي. هاتوا له تاج الذي جل Bye.
انت واقف كده سلم سلم للرب محاولتك انك انت تصلح ابنك، انك تنقذي بنتك، انك تلحق شغلك، انك تجري عشان تحقق ده او تحقق دي. الرب يقولك نزل التاج على راسك دلوقتي. محاولتك انك تصلح سلوكك، انك تصمم، انك تقرر، انك تعزم، نزل التاج دلوقتي. نزل التاج، نزل التاج، استسلم استسلم. سيب الروح القدس يملك يسوع على عظمك اليابس. هاللويا 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 هاللويا. خلونا كلنا نصلي في نفس واحد. كل حاجة الرب بيشاور لك عليها وبيقول لك انت بتحاول تسيطر عليها دلوقتي، سيبها قدامك وانت واقف وانت قاعد. صلي كلنا في نفس واحد. استنى كده وبص على الحتة اللي انت بتحاول تبذل مجهود كبير فيها. يمكن تطلع تبذل مجهود لسه، يمكن امبارح بذلت مجهود وبكرة هتبذل مجهود تاني، لكن في اللحظة دي سيبها دلوقتي. في اللحظة دي سيبها، سيبها قدامه. في اللحظة دي انسى مجهودك وانسى تفكيرك وانسى اقتراحاتك وانسى الاقتراحات التانية اللي انت سمعتها. سيبها قدامه دلوقتي. بقول له املك انت رب. الرب يقول لك انت جندي، انت جندي بذلت مجهود كبير، لكن كمان الرب بيقول لك انا الملك. هاللويا هاللويا. جندي صالح ليسوع المسيح، لكن انا الملك. هاللويا 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 هاللويا. ارسل يا رب روحك الآن، ارسل روحك الآن يا رب على النفوس المنهكة، على النفوس المنهكة، على النفوس المرهقة، على رب النفس اللي اتقطع فينا يا رب، على القلوب الخايفة. هاللويا 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 هاللويا. ليك المجد يا رب، ليك المجد. هاللويا 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 هاللويا. سيب نفسك، سيب نفسك للملك، الملك الملك، وانت مش فاهم ازاي الملك بيملك في كيانك، بيملك في روحك. هاللويا هاللويا.
أنا ذا أدخل فيكم روحا فتحيون، وأكسيكم لحما وأبسط عليكم جلدا وأجعل فيكم روحا فتحيون، وتعلمون إني أنا الرب. هللويا. أشكرك يا رب، أشكرك يا رب، أشكرك يا رب. هللويا 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 هللويا. وأجعل روحي فيكم فتحيون، وأجعلكم في أرضكم فتعلمون إني أنا الرب، تكلمت وأفعل يقول الرب. هاللويا. هاللويا. يا رب أشكرك يا رب، أشكرك يا رب من أجل لمسات روحك الآن يا رب تحيي، لمسات روحك يا رب تحيي نفوسنا يا رب مرة تانية، تنعش يا رب نفوسنا فينا يا رب بقوتك انت. سيب الرب جواك يعلن، يعلن مجده، يعلن قوته، يعلن وجهه. ابصر مجده، ابصر وجهه. هاللويا هاللويا
هللويا هللويا. ما تدورش على كلام تقوله، ما تدورش على قرارات تاخدها، سيب روحه، سيب روحه يعدي جواك. هللويا هللويا هللويا. اشكرك يا رب، اشكرك يا رب، اشكرك يا رب، اشكرك يا رب، اشكرك يا رب. هللويا هللويا. اشكرك 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 اشكرك. أشكرك أشكرك يا رب من أجل لمسات الحياة يا رب. هللويا يا رب. أشكرك لأنه لما بنتوقف إن إحنا نحاول نلاقي، إن إحنا نحاول ندور، إن إحنا نحاول نتخيل، روحك يا رب بيرسل يا رب في وسطنا، يبصر بنبصر ونحن يا رب كما نحن نبصر مجدك. هاللويا. اسكب يا رب روحك اكتر، فيد يا رب بروحك حياه، حياه يا رب على العظام. لك المجد. I'm
أيوة، سيب نفسك لمياه الروح القدس، زي ما سيب نفسك للمية اللي جواك حتى تعلى تعلى تعلى. هاللو، سيب نفسك للمسات، سيب نفسك للمسات الروح حتى تعلى تعلى تعلى. يا رب تصير فيضان الآن، فيضان الآن يا رب، فيضان تصير يا رب قوة. هاللويا، ويكون أن كل ما يأتي إليه النهر أنه يحيا. هاللويا، لا 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 لا. مجدا 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 مجدا. هاللويا، مجدا 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 مجدا. هاللويا هاللويا هاللويا. يا رب اشكرك يا رب اشكرك يا رب اشكرك يا رب، لان فيضانك يغسل، فيضانك يا رب يحرر، فيضانك يروي، فيضانك يا رب يعطي حياة مكان الموت، وفرح رأس مكان الدموع والنوح. لك المجد، قوة الآن يا رب، قوة الآن يا رب. اشكرك يا رب من أجل علامات القوة يا رب الآن بروحك أنت يا رب. اشكرك 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 يا رب. هاللويا هاللويا هاللويا. امين. اتفضلوا استريحوا. في بدايه سفر حزقيال قال وانا بين المسبيين، زي ما قال الاسيس عاطف، الشعب اسرائيل اتسبى الاول وكان اشر من شعب يهوذا. شعب يهوذا افتكر نفسه مش هيسبى، يعني لان الرب انقذه مرتين، يعني انقذ معجزي من السبي. وبعدين قال لهم الرب، قال لهم يعني في حاجات لازم تعملوها، وعملوهاش فسبيوا. في الاخر لقى نفسه بين المسبيين. عندنا احنا مشكله في الوحده الروحيه وفي الخدمه الروحيه، انه احنا كل واحد فينا بيفتكر نفسه احنا وهم التانيين، يعني احنا كويسين وهم التانيين. ما حزقيال بيقول لك انا بين المسبيين. فاحنا اللي عقيدتنا سليمه وهم هنتحد بيهم، بس عقيدتهم احنا المؤمنين وهم يعني هنتحد بيهم، بس احنا اللي عندنا روح قدس وهم يعني احنا بنتحد بيهم شفقة بحالهم، لكن الروح القدس عندنا احنا بس. احنا اللي من خلفية مسيحية، انما هم من خلفية مهما كان، انت عارف برضو في حتة كده يعني. فحزقيال قال لك انا بين المسبيين لما انفتحت رؤى الله عليهم. خلينا نصلي دلوقتي لحد انت حاسس انه يعني انت حاجة وهو حاجة، يعني او انت حاجة وهو حاجة، ربما في بيتك، ربما في كنيسة تانية، ربما بيهجمك، ربما انت في اشتباك عقائدي معاه، او في صراع على الخدمة معاه، او في وجهة نظر في الخدمة وهو في وجهة نظر تانية، او انت شايف يعني مشاكله وعيوب شخصيته وهو برضو متهيأله انه شايف مشاكلك وعيوب شخصيتك. وبعدين حزقيال مسك العصايه، ففي عصايه مكتوب عليها اسرائيل وعصايه مكتوب عليها يهوذا. لا، ده عصايه مكتوب عليها اسرائيل ويهوذا، والتانيه مكتوب عليها اسرائيل ويهوذا، اللي هو افرايم ويوسف. اسرائيل ويهوذا دي مترادفات، يعني يوسف ويهوذا واحد، وافرايم واسرائيل واحد. فالاتنين واحد، الاتنين في حقيقه الامر واحد. أنا جوايا الشخص التاني. أنا بين المسبيين. خلينا نصلي من أجل أنه العصوين يبقوا عصا واحدة الآن، زي ما قال الأسيس عاطف. خلينا نصلي. هاللويا هاللويا
هاللويا هاللويا. قولوا يا رب أنا مش أحسن منه، أنا بين المسبيين. قولوا يا رب إحنا التانيين والتانيين إحنا. قولوا يا رب أملك أنت، يا رب أملك أنت على شعبك يا رب. خلينا كل اتنين جنب بعض يصلوا مع بعض، كل اتنين جنب بعض يصلوا مع بعض. أمين أمين أمين. طيب في طلبات صلاة كتير جات لنا، عايزين نوقف كده ونرفع ايدينا ناحية الطلبات دي، طلبات شفاء، طلبات قضايا، طلبات بيوت،
وانكسرت البط، ناس مطلوب ترجع للرب. خلينا كلنا نرفع ايدينا بالتنبؤ على هذه الطلبات كلها، بشفاء من عندك يا رب، باعلان للعدل والحق، بانقاذ، باعلان للرحمه والخلاص يا سيد. خلونا نصلي كلنا بصوت عالي ونسال الرب هيحط جواك طلبات. ارفع صوتك بالصلاه يا رب. قوه يا رب الان يا رب، تحرير من الادمان، تحرير يا رب، تسديد للاحتياجات الماليه الان يا رب، تسديد يا رب الاحتياجات العاطفيه الجسديه الان يا رب. قوه يا رب، قوه شفاء من الروح القدس يا رب، بنعمه غنيه يا رب من عندك. لك المجد يا رب، لك المجد، لك المجد. هاللويا هاللويا هاللويا. قدنا في الصلاه. رب طلبة صلاة النهاردة يا رب في المكان بتاعت طلبات الصلاة. كل طلبة وصلتنا وكل طلبة ما وصلتناش يا رب، وكل طلبة في القلب وكل طلبة قدام الشاشات يا رب. يا رب بنعلن يا رب انك انت الاله القادر يا رب ان تسدد الاحتياج، اللي قادر يا رب ان تسدد يا رب الاحتياج، وقادر يا رب ان ترفع الظلم، وقادر ان ترد يا رب قلب الاباء للابناء يا رب، والزوج للزوجة يا رب. تعالى يا رب، تعالى النهاردة يا رب، اعمل معجزتك يا رب اللي بتعملها كل يوم من غير ما ناخد بالنا يا رب، انك تتدخل في وسط يا رب احتياجاتنا، وفي وسط يا رب طلباتنا. وتعالى يا رب ادينا يا رب نعمة، ادينا نعمة نشوف يا رب كل عمل صالح يا رب بتعمله في وسطينا. انا بسألك ده في اسم يسوع، امين. خلونا نختم اجتماعنا بروح الله. ندعوك وادعو الاسيس عاطف يختم بالبركة الرسولية والصلاة ربنا. روح الله ندعوك تأتي في وسطنا، سد علينا الآن. معنا حينما ندعو بشكر قائلين: أبانا الذي في السماوات، لنقدح اسمك، ليأتي ملكوتك، لكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، وابننا إحاحنا عقلنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة، لكن نجينا من الشرير. المسيح يسوع ربنا لنا الملك والقوة والمجد من الآن وإلى الأبد. ونعمة ربنا ومخلصنا يسوع المسيح ومحبة الله الآب وشركة الروح القدس تدوم فينا ومعنا من الآن وإلى الأبد، آمين.